التربيه ديالو ما كانتش كتبشر بالخير، ان عنده هو واحد لاروتريت ما دايرهاش حتى 150 الف فرنك. مشاهدينا الاعزاء، سلام الله عليكم. بعدما توفي المخرج والممثل المغربي محمد عاطفي بعد صراع مع المرض طيله سنوات، اول تصريح لشقيقه الذي يصرح بكلمات جد مؤثره. كانت معاناه، ما كانش فارق الفراش، عيا بزاف، وكنا في هذه واحد الشهر ولا هذا كنا في التكريم ديالو في الدار البيضاء مع الاخت سعاد العلوي. الحمد لله كان شويه بخير، ملي جا زادت عليه المعاناه وبقى يعاني وما بقاش ينوض من الفراش، وجاب الله التيسير والدم والامانه امانته في يوم الخميس وصباح الجمعه غنصليو عليه ان شاء الله. يعني احنا كاملين فقدناه. نعم. عرفتي كانت واحد الحمله كبيره البارح عليه وترحم عليه، شنو تقول للمغاربه اللي فقدوا هرم من اهرامات الفن في المغرب؟ شكرا على اهتمامكم بهذا الفنان اللي عطى الكثير وخذ القليل، ما استفد حتى شي حاجه من الفن، كل الفن هو روحه، عطى بزاف وشجع شبان بزاف اللي كاين منهم اللي تنكر له كاع، ولكن الحمد لله على كل حال. الحمد لله. الوضعيه الماديه ديالو كي كانت؟ الوضعيه الماديه ديالو ما كانتش كتبشر بالخير، ان عنده هو واحد لا روتريت ما دايرهاش حتى 150 الف فرنك كيعيش بها، كان معاناته، عنده ولادو اللي كانوا متكفلين به، وهذا ما كان. شنو يتدفن السي محمد عاطفي؟ ما عرفناش لحد الان، باقي ما عرفناش، باقي ما جابوش من السبيطار باش نعرف. الله يسلمكم. الله يسلمك. اللهم امين. شي رساله اخيره، ولينا تنشوفوا اهرام ديال السينما ولات كيمشيو تباعا، نور الدين بكر، دابا محمد عاطف، شنو ممكن؟ خويا مشى الفن مع هاد الناس هادو، اما الان دابا ما تنشوفوش شي حاجه كتبشر بالخير. قلة قليلة اللي كتعمل من أجل الفن، ما شي لاخر، ما عندي ما نقول. الوقت هادي هكا تغيرات الوقت. وشكرا على اهتمامكم وشكرا على زيارتكم، وحنا مسرورين بعد اللقاء ديالنا معكم. شكرا. الله يصبركم. هذا الأب ديالنا كاملين ضحكنا معاه، فرحنا معاه، عشنا معاه واحد الفترات جميلة. نتمنى الله يصبركم يا رب.